السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد، فيديو حماسي. احنا عارفين ان احنا بنتاخر عليكم في الفيديوهات زي ما انتم متاخرين علينا في اللايكات يا جماعة. عادي، واحدة قصاد واحدة. النهارده قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه ومش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لنا كومنتات حلوه تفرح قلبنا الحزين منكم. احنا زعلانين منكم قوي هنا، افنزتنا الحلوين اللي في القناه هنا. احنا زعلانين منكم بجد. بصوا يا حبايب قلبنا، الناس اللي بتقول احنا بتبقى متحمسه في اول فيديو وفي اخر الفيديو مش متحمسه، انا متحمسه عشان انا ببقى جعانه. بصوا انا بشبع خلاص. ده تحدي، احنا مش عارفين لسه العقاب ايه، بس ان شاء الله انا اللي هكسب. احنا جايبين 5 من القرص الريزو بتاع كنتاكي، في 5 سبايسي سبايسي و5 مش سبايسي و5 عادي بالباربيكيو. ده تقريبا شكله هو السبايسي. ايه ده بجد؟ انت بقى عرفته لوحدي. سقفولي. باين يا بنتي. ايه ده؟ لا مش باين قوي. ده بايع معروف اهو. طب يلا، ده الخمسه السبايسي. هنفرقهم ازاي؟ خديه ماشي، وانا هاتي 2 كده. وانت واحده يعني سبايسي؟ لا، هنعمل عليها قرعه. قرعه؟ كده ولا نجيب جنيه؟ نجيب جنيه. اصبروا يا جماعه، نجيب جنيه. اصبروا. اصبروا يا ستو. خلاص انا هاخدها. لا 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 بالعدل، معلش. خلاص نقسمها نصين بعد ما نطلع. لا بالعدل برضه، ربنا يشفي. المهم يا جماعه، اللي انزلوا اعملوا لايك قبل ما نبدا الفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير من اللايكات عشان ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل لكم تحدي على قطعه جردل كنتاكي الكبير ده. ملك ولا كتابة؟ انا اخد الكتابة. انا معرفش الكتابة دي، هو ملك او واحد؟ ما هي ده الواحد، هو الكتابة. اوكي يلا، 1 2 3. انا هاخدها خلاص. هو طار طار بعيد. يا ربي بقى، خلاص يا جماعة روح نجيب الجنيه ونيجي. لا لا خليكي خليكي. انا جيت يا جماعة، فكرت ان هو ضاع. بقى لنا 3 دقايق بنشوف الجنيه. لبنى بجد بقى يا لبنى، ما تعملوش بعيد. والله انا قمت. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تحطي ايدي. صح صح، ده انا نسيتها والله. انا اللي اخترت؟ انا اخترت الكتابة. ملك ماشي، كتابة بس. يلا اطلعي بقى. ايه ده؟ يبقى مين اللي هياخدها؟ انا اللي مش هاخد. خدي بقى انت. حرقت يا رخمة. حاسة بيها غلط بس مش مشكلة. لو غلط قولنا في الكومنتات. وطبعا جبنا واحد بيبسي كبير كده. ايه؟ الله اكبر الله اعظم. بعد الاذان يا جماعة نرجع لكم. رجعنا تاني. يلا احنا متحمسين قوي الصراحة. اصبري انت، ايه هتاكلي انهي الاول؟ انا هاكل اي حاجه. انت مالك بقى؟ مش هم الخمسه علينا؟ بسم الله يا جماعه. انا ابتديت بواحده سبايسي. فكره يا جماعه كبيره والله العظيم. هي كبيره جدا. هي والله. معلش على الحبه اللي وقعت دول بقى. بسم الله. يلا شايف جنبها اي حاجه. 1 2 3 2 3 ليه ما جبناش حاجه جنبه؟ ممكن جبتي. انا نسيت اجيب. ولا جبع. حمس يا ربنا. الحمد لله. مش بصي مش بصي قوي. ما هو مش قوي على فكرة. هي بس طعم التانية بيبقى أحلى. التانية بتبقى أحلى الصراحة. لا لا هو اي تصدع نبني بالذاكر. نحط فلاك يحط. يا رب نكون تاكل بكرة كبيرة قوي. سبحان الله، لما جبها غير متمتلة بتبقى صغننة. والله فعلا بتشبع. بتشبعنيش ليه يا معاها 6 قطع؟ انت خلصت عادي. واحد عادي. انت فين يا سبايسي؟ ادوقك. العبرة بالنهاية. ايوه فعلا.
البسبايسي ده اول مره اجربيه. انا جربته قبل كده. بصوا في كوبكم. انا محبش انا. لما تاكل عبرة بالنهاية بقى. النهاية قربت يا صاحبي. يا جماعة لبنى عملت لكم فيديو كوميدي جامد على قناتها. هنسيب لكم اللينك في اول كومنت جامد. ما تروحوش. وعامة احنا بنعمل كده كل يوم فيديو على القنوات بتاعتنا التانية. سيب لكم اللينكات بتاعتها. جاتنا كل شوية. نصيحة انا هجيب ريزو ما اجيبش سبايسي. دي حلوة والله. حلوة عجبني. التانية احلى والله دي. يعني انت لو هتجيبها تجيب ايه؟ هجيب من غير صوص خالص. لا دي طعمه برضه. بس محطوط عليه؟ نصيحة هجيب العادي. لو هجيبها هجيب العادي فعلا مش هجيب سبايس. انا مالي متبهدله في ده ليه؟ ايه يا لبنى؟ مش هكذب انت بقى. العقاب ايه؟ اختار العقاب. انت اخترت عقابك بنفسك. بس النبي بلاش خف الدم ولا مش عايزه احكم. مش عارفه. ايما بس من الفريق الكسبان يا ولاد بدنا الشطوره. انا مش عارفه وانا مش عارفه اقلبهم ليه. مش هقلبكم. يا جماعه انا هعمل رز الريزو ده قريب هبقى اقول لكم ان انا عملته. ايه ده بطني عملت الواحد جايع. جوز ياكل. كأن النفس بيقول انك انت تقدر تدي حق للي جنبك بالخسارة فيخسر. بس هو تخسر فعلا. فعلا لا. عارفين ايه؟ ناكل السبايسي دي عشان خاطر السبايسي مع صوص مش عليه صوص كتير بس ما هو على النفس كده. حمسونا في الكومنتات. يلا 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 يلا, يلا بينا. ايه يا رب بطني وجعتني قوي. انا اخسر ولا ايه؟ طب العقاب ايه يا ربنا؟ بتقولي قليلين قوي. بقول اجيب 10 بتقولي قليلين قوي. العقاب اختاري عقاب. انا لسه اعمل لكم حاجات كده قويه. انت اختاري عقاب؟ لا لا اختاري انت. تاكلي معلقه بن. يا نهار ابيض. ناشفه. هعمل اكل يا ربنا. ماليش دعوه. يا جماعه انا هطلع جس العقل النهارده. يا حبيبتي ده المفروض ارحمك يعني عشان تخلعي نفسك ولا ايه؟ مش فاهمة. انت هتخلعي مش قلعاه. ايه ده في ايه؟
يوم كفايه كفايه مش لحد. انت عزمان عليهم ولا ايه؟ حاجه عايزه ايه؟ اصبري لسه عشان ضغط. احسن لك حاجه بجد ما تجيش على نفسك. لا بحب اجي عليها. نفسك مهمه. يا مش عشان احبطتيني. نور يا ابنة خدودك بقت ايه؟ بجد؟ قولي والله؟ كبرت يعني ولا مش فاهمة؟ ليه كنت بخزن الرز فيها مش فاهماكي؟ ابنة نعم انت كيف طبعا؟ انسحبي يا احلام. مش قادره انسحبي. ما بحبش البني ادم المتردد. اصل انا هاكلهم بجد. بتغمز لهم وانا شايفاك يا هبله. مش بغمز لهم بقول لهم انك فاشله. ما جماعه مش عارفه اكل والله عشان تبكي والله مش عايزه اتلكك لكم ولا اقول لكم اعذار. احلام حجج هي حجج. وكمان سخن والله. مزنتك مش حاسه ان في معدتك سخنه؟ ارجع. هي سخنت من كتر الاكل. هتنسحبي ولا ايه؟ انسحبتي؟ قولي ابنة خليكي جدعة. يلا خلصي. انسحبت بس خليكي جدعة. يلا قومي هاتي الجنة بتاعتي. بصوا كده يا جماعة اكلت 2.5. انا كده اكلت 3 والرابعة. احنا ايه اللي حصل لنا يا ابنة؟ احنا كنا بناكلها جنبها. انت ايه اللي حصل لك؟ انا كنت باكلها. وجبة 6 قطع وكنا بنجيب جنبها ريزو. كنا بنجيب جنبها حاجة تاني. كنا بنجيب 2 وكنا بنجيب كل سلول عائلي. السؤال اللي مش بتيجي معانا. طب ايه؟ ايه عايزة ايه قومي؟ نبنو هربوكي. لا لا مش هينفع لازم تبقى خلاص يا احلام بقى. العقاب عقاب بقى. طالما هنعمل التحدي بقى نعمله بجد صح يا جماعه مش صح؟ اهو يلا قومي بقى. وعلى صغيره يا ستي. لا هو تاكليها كده تسفيها. نو يا جماعه نبنا تعاقبني قدام عيالي. خليك يلا يا عيال خليكم شايفين. هلو جوري وسط اللمبه. هلو دمدم شايفين يا جماعه؟ يختي ان شاء الله. هي جوري خلاص يا جماعه كده عارفه ان احنا بنصور فيديو فبتقول لكم باي باي. تعالي يا جوري امسحك. جوجو يلا بصوا بقى استهدوا بالله. بصوا يا طب تتعاقبي مكاني؟ تتعاقبي مكاني؟ يا حبايبي اصبر خلاص يا جماعه اصبروا يا جماعه. ادهم وجوري ونيجي. ايه ده؟ ممكن تكون مفكره ان في ناس. لا هي شايفه نفسها تضحك لنفسها. ايه ده يعني بتقول باي لنفسها؟ ايه جوجو بتجيب الفلوس يا حبيبتي؟ تعالي تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ احنا يا جماعه اسفين بجد. بس بصوا لبنى بقى لما يلا يا جوجو هيسا هيسا بس تعملي لبنى كده يا اكشن يلا 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 هيسا 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 هي هتطبل زيك. سقفي 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 يلا يلا هيسا هيسا بس خلصت. يلا يا جماعه دلوقتي هنبدا العقاب بتاعنا. اتفضلي يا احلام. اهي معلقه والله. ماشي ما تكتريش بس اهي مش هم... والله العظيم انا كنت اقول لها معلقه كبيره يا جماعه عشان البن بيجيب حصوه. ما هتشرب عليكي طبعا. مع طب انا احس ايه؟ انا مع عمري احس ان هو مر. طب ما احلام مش هيفرق معاها يا جماعه عشان هي بتحب اصلا البن. ايوه بس انا مش عارفه بودر طعمه هيبقى عامل ازاي. خديهم في بقك على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هم بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يوجعش. بس ما فرقش معاكي ما تكدبيش. امدغي. لا لا احلام احلام ما تبوظيش العقاب. ايه علبه المناديل اهي اللي متعاقب يا اعمل يلا ما تطلعهمش يا احلام من بقك. معلش اشفطيهم ما تجيبيش تراب في وشي.
هي بتقول لكم يا جماعه ان هم مش راضيين يدوبوا في بقها. ده صاحبتي انا راجل تحت في الشاشه اللي خلاص كده يا جماعه العقاب وحش قوي مش عاجبها. لا ما ينفعش تشربي حاجه ده يا بنتي. ده في دراسه اثبتت ان البيبسي مع البن بيجيب امراض وحشه بيلزق في بقها زي النشا. ما عجبهاش خالص بتموت هترجع. رجعت بتحاول تبلع قادره بجد. بتقول لي يا لبنى مش قادره بجد بس انا يعني تعقاب. ما هو لو انا كان زماني سفاهم شماهم مش ضايقاهم. ولا انا قادره لا ابلعيهم يا احلام قدامنا. لا يا احلام لا يا احلام لا يا احلام لا 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 الناس عايزين مش انتوا عايزين مصداقيه. خدوا والله ما ينزل والله ما ابلعي بلعه. لا ابلعهم والله العظيم بلعت مش راضي. انا ماليش دعوه منك للناس. انا والله العظيم راضي. غمض عينك وقفلي مناخيرك وابلعي. مش عايزين ينزلوا وربنا. قفلي ومناخيرك يا بنت كركبه مش عايزين ينزلوا. احلام ده عقاب ده ولا مش عقاب ده؟ عقاب انا اقرب يا بنتي تغمض. طب شفته صغمانه مش خايفه من الامراض؟ لا بس انت شفتها صغار ماما جيب الكوبايه خلاص يا ما حدش هيجرب اكيد. انا اتمنى الفيديو يكون عجبكم والعقاب عجبكم. والله هرجع. هي اللي اختارت عقابها. انا ما اخترتش انت اللي قلتي. يا جماعه مش عارفه اقول لكم ان انا ما رديتش بنصيبها وتختار عقابها اعمل لها ايه؟ وحش قوي بجد. بس بقى نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك. مش هتنطقي؟ مش قادره المره مش قادره. ماشي يا جماعه يلا بس باي باي.